تفعيلا لقرارات الاجتماع الطارئ للمجلس الاعلى لاتحاد الاطباء، عقدت الامانه العامه بمقر الاتحاد الاجتماع التنسيقي الاول للاتحادات المهنيه العربيه، الصيادلة والمحامين والمهندسين ومنظمة الصحة العالمية والروابط الطبية العربية، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين. خلال الاجتماع التنسيقي الأول للاتحادات المهنية العربية، طالب المشاركون بالاجتماع التنديد بشدة لكل ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في غزة من انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، والتي تتمثل في القصف المكثف على شعب أعزل وخط الأبرياء بقطاع غزة. الوضع الصحي الآن شبه منهار تماما، فلازم يبقى فيه موقف داعم، وكل الاتحادات المهنية أبدت وأكدت على هذا وطالبت بأن يكون هناك زي لجنة تنسيقية قائمة مستمرة، لجنة تنفيذية لمواجهة هذه الكارثة، لأن ده أمر طارئ ولازم يعني يكون الوقفة فيه جادة، وإن شاء الله هنكون على تواصل دائم بين المجتمعين اللي قلنا هم سواء كانوا اتحادات عربية أو روابط طبية عربية للقيام بدور واجب، وكان من يعني مرس في كل التخصصات حتى الطبية، تطلع عظام، تطلع جراحة أوعية دموية، تطلع جراحة صدر، تطلع نفسيين. شرفنا أن نعمل مع وزارة الصحة والسكان وبالأخص مع الهلال الأحمر المصري على الحدود، احنا شحناتنا توصل هناك، طبعا نداءات من منظمة الصحة العالمية، من الأمم المتحدة، من الأمين العام للأمم المتحدة، بممرات الآمنة لتوصيل الشحنات، وهي طبعا مستمرة، النداءات مستمرة، هناك في محاولات، في شحنات تدخل مش نفس الأعداد اللي احنا نريد. فمناشدتنا كناس مش نشتغل في إغاثات إنسانية ان نوصل الشحنات، نوصل الأدوية، نوصل الغذاء، نوصل وقود لتشغيل المستشفيات، نوصل المياه الآمنة، نوصل الأدوات والمستلزمات الجراحية. كما طلب المشاركون بضرورة تيسير الإجراءات وتذليل المعوقات كافة لوصول الدعم الإنساني للأشقاء في غزة عبر معبر رفح البري. شركات الدواء المحلي بالذات وقفوا معانا وقفة في منطقهم صراحة، يعني الناس دخلت المعابر، ما عدتش المعابر، ده قرار سياسي مش بتاعنا، لكن احنا قمنا بدورنا كهيئة شراء المحل وكاتحاد صيادلة العرب. الوقف العاجل لجرائم الحرب والإبادة المستمرة ساعة بساعة، اثنين لتوثيق هذه الجرائم للملاحقة الجنائية كاتحاد محامين العرب. احنا مستعدين على تم السداد ان احنا نعالج المصابين في فلسطين كما حدث سابقا في جميع المستشفيات، سواء في العريش في شمال سيناء أو مستشفى بير العبد، أو ممكن نستقبلهم في مستشفيات القاهرة. هذا الموضوع أنا شايف الموضوع عاجل وهام جدا، لأن الإصابات كثيرة جدا. توصيات فاعلة أكد عليها اتحاد الأطباء العرب خلال اجتماعهم التنسيقي لتوفير كافة الدعم اللازم سواء لوجستي أو صحي أو فني للأشقاء في غزة. محمد حلمي، التلفزيون المصري.